بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد بدوري جدا أن أشارك في هذا الحفل احتفاء بصديق عزيز وشاعر كبير من عيار سي محمد بلمو، وأحيي جميع الحضور كل باسمه وصفته. وسعيد جدا أن أوجد بين زمرة من الأصدقاء والأخلاء الأصفياء لأدلي ب كلمتي حول المنجز الأخير للشاعر محمد بلمو. قبل هذا الديوان كنت قد ناوشت ديوانه ربما الثاني، رماد اليقين والبعد الفلسفي الذي ذكره الأستاذ سي شماس نور الدين، حاضر البعد الفلسفي، حاضر في كتابة بالفعل في كتابة سي محمد بلمو. كتابه في الحقيقة كتاباته غالبا ما تستفز القارئ، وكقارئ قد استفزتني كتاباته، خاصة ديوانه الأول. جاءت قراءتي تحت عنوان فيما أتذكر مستويات الدهشة الجمالية في يا رماد اليقين للشاعر محمد بلمو، في ديوانه الثاني أيضا وكعادتي، لأن القراءة قراءة الشعر ليست سهلة. عادة ما نتفاعل مع المقروء تفاعلا قويا حتى نستطيع أن نصل إلى ما يميزه. فبعد قراءة طويلة وعميقة عنونت قراءتي بتنافر الدلالي، تنافر الدلالي في ديوان طعنات في ظهر الهوى. القراءة قد نشرت في العالم الثقافي ربما منذ سنة، ذكرني الفيسبوك البارحة ب ذكرها بالفترة التي نشرت فيها. قراءتي جاءت تحت عنوان قلت التنافر المعرفي أو التنافر الدلالي تحديدا، لأن التنافر الدلالي يسوقنا بشكل مباشر إلى النص الشعري من حيث خصوصيته ومميزاته. القراءة دقيقة جدا، سوف أكتفي بإلقاء ملخص حولها، لأن بإمكان الحاضرين الاطلاع عليها فيما بعد. تتمحور حول ثلاث محاور أساسية. المحور الأول التنافر النصي، الكتابة والمحو. المحور الثاني التنافر الفكري، الوجود والعدم. المحور الثالث التنافر الفني، التثبيت والنفي. قلت في البداية لا مراء في أن الشعر كائن فني يسكن الذات، يسكن الذات الشاعرة ويتملكها من حيث لا تدري، فيغدو مع كثير من الشعراء ضربا من السحر أو الجنون، وعند آخرين انبثاقات من انبثاقات الوعي الشقي أو الاستبطان المعرفي. فمع أولئك تصبح الكتابة الشعرية كالنقش على الحجر باستغوار الذات والحفر في مكنوناتها الجينية التي راكمها الزمن المر فأصبحت كهشيم المحتضر. ومع هؤلاء تمسي الكتابة كالرسم على الهواء والرقص في الأفق والنقش على الشفق للقبض على المنفلت في الزمان والمكان، باستبصار رؤى شعرية توقا إلى الخلاص مما هو كائن عبر تشكيل الممكن. استنادا إلى هذا المعطى القبلي والتوقع الافتراضي، نقرأ ديوان طعنات في ظهر الهواء للشاعر محمد بلمو، رغبة منا في النبش في تربة النص الشعري للكشف من خلاله عن جذوره الدلالية الخفية وطريقة تشكيل طبقاته التكوينية المركبة، ليست تلك التي يصدر عنها الشاعر فحسب، وإنما تلك التي تتحكم في النص الشعري وتؤطر نظامه اللغوي دلاليا وتأويليا. ونفترض منذ البدء
أن يصدر مدلول النص الشعري عنده عن التنافر الدلالي الذي يجعل الشاعر نفسه متأرجحا بين الشيء وضده، بين الرأي والآخر، بين الاعتقاد ونقيضه، على مستويات تكوينية شعرية مختلفة ومتعددة. نقف في هذه المقاربة عند أهمها، ويصاحبنا سؤال أساسي، وهذا هو الأساس: كيف يحقق النص الشعري في ضوء التنافر الدلالي والمعرفي انسجامه وتناسقه؟ فبدءا من العنوان، بإمكان القارئ أن يؤسس لفكرة التنافر الدلالي الذي يؤطر النظام الفني لقصائد الديوان ويؤثث الرؤية الشعرية التي يصدر عنها الشاعر محمد بن لمو في مختلف نصوصه الشعرية، إذ يدل العنوان على الفعل وعلى حالة الفعل. فالفعل هو الطعن الذي من سمته الغدر، وهو فعل إجرائي مقصود في ذاته وملموس، لأنه سلوك ماكر لا يمكن لمن ارتكبه أن ينكره، ولأن كثيرا من الدلائل تدل عليه وتؤكد حالة وقوع الفعل، وتؤكد حالة وقوع الفعل يعني في ظهر الهواء هذا الإجراء من خلال مدلولها التنافري. ذلك أن فعل الطعن كان عبثيا إذ وقع في الظهر، أي من ضبر وليس من قبل، ثم إن الظهر ظهر هواء كناية على الهشاشة والرهافة من جهة، وعلى لا جدوى الطعنة من جهة أخرى، إذ لا إيلام لطعن الهواء إذا كانت الطعنة طعنة يعني رمزية. إذ يجمع العنوان، نلاحظ أن العنوان يجمع بين المحسوس والملموس، بين المرئي واللا مرئي، وكلها يعني مستويات تنافرية، وبين القصدي واللا قصدي، وهو ما يؤكد فرضيات احتكام نصوص الديوان كما قلنا إلى التنافر الدلالي، مع العلم أن مفردات العنوان تبقى مفتوحة على تأويلات متعددة. وهذا بين قوسين حديث عن العناوين حديث ذو شجون، والعناوين حمالة يعني دلالات تأويلية مختلفة، وصعب جدا حتى عندما نقرأ العمل أن نحدد معنى دقيقا للعناوين. قلت تبقى مفتوحة على تأويلات متعددة، فقد تدل لفظة هواء على الذات الشاعرة، وقد تدل طعنات على ما عانه الشاعر ويعانيه من إيلام وآلام مادية ومعنوية، كما قد تدل لفظة الهواء على الوطن أو على العالم، وطعنات على توالي الخيبات والأزمات والنكبات، والطعنات بصيغة الجمع، لاحظوا الطعنات بصيغة الجمع والتنكير، تدل على الانفتاح والتعدد، فالطعنة طعنات وليس طعنة واحدة، طعنة الموت المفاجئ، طعنة الغدر، طعنة الظلم والجور، طعنة الصديق والرفيق، طعنة الجهل والتخلف، طعنة الإقصاء والتهميش. يقول الشاعر: يا صبر الجبال، أين أجد كوخا ووسادة ورغيفا لصبر الأبدي السرمدي، والطعنات السحيقة تتوالى على هوائي، تقتات من ألمي، تنتعل شقائي كي تنتجي. محور الأول: التنافر النصي، الكتابة والمحو. نقصد بالتنافر النصي بين الكتابة والمحو في مستواها الأول اختلاف الكتابة الشعرية من حيث كونها تنأى عن النمطية وتسعى إلى توزيع سواد الكتابة على بياض الورق بشكل وظيفي، فيغدو النص الشعري علامة دالة قلبا وقالبا على مواقف الشاعر ورؤاه، ويقف النص الشعري في وجه كل من يمارس هذه الأفعال المشينة أو يدعو إليها، ويجسد فعل الكتابة كإجراء دال ذي بعد رمزي أكبر حجة. النص يعني الشعري في حد ذاته أكبر حجة يسعى الشاعر في ضوئها إلى إثبات كينونته الروحية ووجوده المادي الذي يهدده المحو. يقول: في بهو اللغة أشياء تتزاحم تقضم أصابع الكتابة. فبدءا من أول قصيدة في الديوان تطرح إشكالية
ومعاناة استنباط مشاتل المعنى في تربة النص الشعري، فتصور الذات الشاعرة نفسها مأسورة ومكبلة ومغتربة. يتجلى ذلك من خلال مقاطع النص الشعري التي جاءت على شكل همهمات، نص يحمل هذا العنوان. يحس معها القارئ بنوع من الدهشة تعتري الشاعر وهو في مقام بين بوابة الولوج إلى عالم البوح أو الملكوت خلف بوابة الصمت، أي بين الإيمان بالفعل والرغبة في الفعل والنتيجة جراء ذلك. قصيدة، يقول: قصيدة تلهو بأصابعي، بأعصابي تلعب الحروف والكلمات، السرعة التي تتحرك بها الأشياء لا تثير أحدا، بطيئة جدا لكنها صاعقة. إذا كان التنافر المعرفي والدلالي في معناه المبسط أن تكون الكلمة متعارضة مع كلمة أخرى، أي أن الإثبات أو إثبات شيء معين نفي لأشياء يعني كثيرة، فإنه لا ينشأ على مستوى اللغة والأسلوب إلا عبر تقنيات فنية يجمعها الانزياح الدلالي والإضافي والتركيبي والإسنادي والاستعاري. وليس بخفي أن الانزياح أسلوب بلاغي يعبر به الشاعر إلى عالم الخيال ويرمم به انشطاره الاجتماعي بين عالمين متناقضين، ويجبر به انكساره النفسي ويعبر به ومعه إلى العالم الشعري المتخيل. أمر إلى التنافر الفكري، الوجود والعدم. تعد ثنائية الموت والحياة التي تندرج في ثنائية أشمل هي الوجود والعدم من أوجه التنافر الفكري في الديوان، ففي ضوئها تنعدم الفواصل بين العالمين ويصبح التفاعل بينهما سمة مميزة لمنطوق الشاعر. من مظاهر التنافر على هذا المستوى خيبة أمل الشاعر في الآخر، في الآخر بمختلف أبعاده، الأصحاب، الأصدقاء، الرفقاء، النخب، الجمعيات، الأحزاب إلى غير ذلك. وكأن الشاعر يقول على قولة مأطورة، حسب قولة المقطورة: أغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه. يقول: بئس الذين صادقتهم يوما باسم البلد وما ولد، وأنا ابن كل الأرض وما وجد. وعلى الرغم من أن الحزن يخيم على جل نصوص الديوان بحيث يشكل الحزن قيمة مركزية لا يحضر نقيضها إلا من أجل البرهنة على الغياب، فإن هيمنة السواد على البياض على دآلته يزعج الظلام، ضوء ضئيل يزعج الظلام. وفق هذه الرؤية يغدو الضوء مزعجا على قلته، والظلمة مهددة على قوة سوادها، وهذا لحضور التنافر في هذا المستوى. وهذا لا ينفي تأكيد الشاعر على المعاني الإيجابية منها الحلم والصبر واليقين، ففي نص الأمل لا يموت ينبر الشاعر على معاني الأمل، وهي كلمة محورية تتكرر 14 مرة بحسب عدد المقاطع الشعرية، وفي بداية كل مقطع يتجدد ترديدها لتفيد التأكيد والتقرير. وقد عبر الشاعر عن المدلول الشعري نفسه بصيغة الإثبات وصيغة النفي. يقول: الأمل يحبو في صدري يرقص في شعري. ويقول أيضا: الأمل لا يموت أبدا لا يموت. ويتضح أن من أهم تجليات التنفر الدلالي الأسلوبي واللغوي أن ينسب النعت لغير منعوته والصفة لغير موصوفها، والمقصود من وراء ذلك أن تقوم العلاقة بين الطرفين على التباعد الذي يصل حد التنافر، مما يتطلب تشييد دلالة قائمة على التأويل، فما يقتضي الحزن والفرح، وما يقتضي الفرح يحزن، وما يتطلب الاعتبار يهمش، وما يقتضي التهميش يتوج. وهذا يتبدى حقيقة، أو تتبدى حقيقة الأشياء، هكذا تتبدى حقيقة الأشياء في عالم
عمه الشك والظلم والظلام وغاب عنه العدل والأمن والسلام. أنا الآن عار تماما، يقول أنا الآن عار تماما، مطر ريح وضوء أقل، أضحك في وجه الحزن المر، أضحك في وجه الحزن المر، حين يتوج الخبت ينكسر الصفاء على إيقاع المبتذل. المحور الأخير التنافر الفني، التثبيت والنفي. كل الأمثلة المدرجة سابقا ولاحقا تعكس نوعا من التنافر الفني في الديوان، مما يؤكد أن الفصل بين مستويات التنافر أمر صعب، خاصة مع النصوص الشعرية. ويمكن أن يلاحظ القارئ هذا النوع على عدة مستويات فنية تطال شكل النصوص ومضمونها، إذ يتبين أنه يصعب أن يؤطر أو نؤطر نصوص المجموعة ضمن نمط محدد. وإن كانت الكتابة الشعرية تتميز عند الشاعر محمد الممو بالانحسار واعتماد نظام الأسطر الشعرية، بحيث تأتي القصيدة في الغالب ضامرة، كما نجد الشاعر يوزع الجملة الواحدة على عدة أسطر ليؤشر على الانكسار، حتى ولو كان ملفوظا شعريا دلا على الأمل. هذا فيه شيء ما من الغلابة، ولكنه مبرر من هذا المنظور التحليلي الذي اعتمدناه. فالشاعر مثلا يكتب الجملة بشكل عمودي ويكتفي بكلمة واحدة في كل سطر، مما يعرب عن الرغبة في تكسير السطر على الرغم من تمحور مدلوله الشعري حول معنى إيجابي. أدفنني، يقول أدفنني واقفا مثل شجرة، أغرس البحر في جبهتي والزعتر في قدمي وفوق رأسي قبرة. إلا أن هذا لا ينفي أن الأسطر الشعرية قد تأتي ممتدة مع بعض القصائد، وهي حالة خاصة تعكس تنافرا بنائيا، إذ يتبين أن الدفقات الشعرية الممتدة قد تدل أيضا على نفسية مكلومة، وكأن الشاعر يتعمد أن يكسر المتعارف عليه من خلال خلق تنافر بين الشكل والمضمون. ومن النصوص الممتلئة الأسطر في الديوان نص لن توقفوا ناركم، الذي ينتهي بشكل مخالف عن بدايته، مما يعكس تنافرا على مستوى الشكل الفني الشعري. وما يعضد هذا التنافر كون الشاعر عمد إلى كتابة متوالية العنوان في نهاية النص بطريقة عمودية بعد أن استهل بها النص أفقية، وعلى هذا الأساس يصبح معنى الجملة الواحدة مختلفا باختلاف الشكل الكتابة بين النفي والإثبات. لن مثال لن توقفوا ناركم مكتوب بطريقة أفقية معنى طوعي، لم توقفوا ناركم يعني مكتوب بطريقة عمودية، المعنى هنا معنى قصري مخالف للأول. وجاء البناء الفني لنص أيها الأحزان مهلا، أيها الأحزان مهلا، على نظام السطر الشعري المنحسر، بحيث أبى الشاعر إلا أن يضع كل مفردة في سطر مستقل في الغالب الأعم، وهو ما يقتضي من القارئ قراءة النص قراءة عمودية كلمة كلمة من الأعلى إلى الأسفل. إلا أن هذا التوزيع لا ينفي ارتباط الألفاظ ببعضها البعض، تشكل يعني متوالية، يعني جملة كبرى تم تقطيعها بهذه الطريقة نظرا للمقصدية الفنية التي تتحكم في منظور الشاعر. وعلى الرغم من دلالة هذا التشظي، فإن المدلول الشعري يعكس نوعا من الثبات على المبدأ. يقول تموت واقفة أشجار تقول للنتانة للندالة للعنف المتنطع، ارحل من قراري ارحل من خياري ارحل من دياري ارحل من ليل ونهار. يعني كل كلمة مكتوبة في سطر مستقل بشكل عمودي. نستنتج أخيرا، تبين إذن أن فعل الكتاب عند الشاعر محمد بن لمو يحضر في بعده الدلالي التنافري بمختلف تشكلاته الفكرية والفنية والجمالية،
وبإمكان القارئ أن يلاحظ أن كثيرا من الشواهد الشعرية تشكل علامات دالة تكشف عن البنية الداخلية المؤطرة للنص الشعري، وهو ما حاولنا كشف عنه، التي تستند إلى قانون التفاعل الحركي الفعال بين شعور ولا شعور النص، بين الظاهري والباطن، بين الإثبات والنفي، بين البياض والسواد، بين الموت والحياة، بين الكتابة والمحو. وبعد، فإن توظيف التنافر على المستوى الشعري والفني يلزم أو يلزم أن يتم دون مبالغة، لأن لاحظوا بأن التنافر إذا استعمل بشكل غير مدروس قد يؤدي أو يفقد النص، قد يفقد النص يعني مدلوله، أي بقدر محدد لكي يؤدي وظيفته الجمالية ولكي لا يصبح غاية في حد ذاته، كما حدث ويحدث مع كثير من التجارب الشعرية يعني المعاصرة الموغلة في التجريب. ولذلك فالشاعر محمد بن لمو تحرى الدقة في اعتماده وفق طرق فنية تجعل النص الشعري متأرجحا بين الفهم والتأويل. وشكرا لكم على حسن مصطفى. دخلت مصطفى قد سفرت بنا سفرا جميلا بين دفات ديوان طعنات في ظهر الهواء. هذا السفر هذا محور واحد مجموعة المحاور، لأنني أقف أمام جملة جاءت في الديوان وقد وقف عليها أستاذنا مولاي مصطفى، وهي بئس الذين صادقتهم. احنا خلينا غير هنا. وسيد المو الوقت اللي قال هذه الكلمة هذه بئس الذين صادقتهم كان خلى واحد الباب مفتوح، أي أن اللي لقاه تقول له بدي راه أنت ماشي منهم، أي أن بئس هذوك الآخرين ماشي أنت، لأن خلى مخرج دائما أي صديق جاء يعاتبوا على هذا البيت هذا يقول له أنت راك ماشي داخل منهم. لا غير التذكير، كانت الأمسية ديالنا والاحتفالية ديالنا تحتوي على شقين، الشق العلمي ديال الندوة والقراءة في الديوان وشق موسيقي، إلا أن نظرا لضيق الوقت ونظرا لارتباط أستاذنا والمحتفى به بالسفر لمدينة القنيطرة والإخوان كذلك، فتنطلبوا من الجوق لأنه راه تكبد عنا السفر وجا عندنا لهنا الجوق وسميتو، تنطلبوا منهم باش يسمحوا لنا، ما غادي الجانب الموسيقي ما غادي يكونش حاضر المرة أخرى إن شاء الله. إوا نظرا لضيق إلا تبقاو معنا في الآخر نديروا شي وجبة إن شاء الله إن شاء الله. إذن احنا ضروري من الموسيقى يا الناس، كاين البركة إذا نزولا عند الرضا. ها سيدي المدرب، إذا الموسيقى بدات حاضرة. التذكير الثاني، راه محلو هنا، راه التذكير الثاني هو بأن الديوان راه الإشارة ديال الجمهور راه كاين من بعد. ثانيا بعد المداخله ديال مولاي مصطفى نخليو الكلمه للسي محمد